لمسة يسوع من بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل وين المسيح علم وصنع معجزات كثيرة. أنا مشغول اليوم فعلاً إنه مش بس أتكلم كلمة إيمان لكل شخص عندي ثقة وإيمان الله رح يلمس احتياجات كثيرة وفعلاً يشفي مرضى كثيرون. في هذه المنطقة، في منطقة جنسرات، هي المنطقة اللي وراي، أحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا أن يلمس هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. شفاء يسوع مش بس كان في القديم، شفاء يسوع موجود في هذه اللحظات، يستطيع أن يشفي ضعفك، يستطيع أن يشفي مرضك أيضاً. ولربما بتشعر بالخطية، مثقل بخطية فظيعة من الماضي، تأكد إنه كمان لمسة يسوع بتطهرك من الخطية. واحد نبي اسمه إشعياء في إشعياء إصحاح 6 كان في هيكل الرب وشاف مجد الرب وحضور الرب، شعر بنجاسته، صرخ ويل لي إن إنسان نجس. ومكتوب إنه واحد من الصرافين من الملائكة بيده جمرة أخذها بملقط من على المذبح وقال قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. لمسة يسوع فعلاً بتطهرك على أساس إنه المسيح صار كفارة من أجلك، مات على الصليب حتى أنت تأخذ شفاءه وتأخذ طبعاً لمسة بركة يسوع في حياتك. في كل مكان كان الرب يسوع يمد إيديه ويلمس الناس، كان يبارك الأطفال، كان في عنده لمسة قوة مش بس لمسة كفارة. في مرة واحدة ناس في الدم قالت إن مسست هدب ثوبه، فجاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه ففي الحال وقف نزيف دمها. سأل يسوع من الذي لمسني؟ قال لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. لمست قوة شفى هذه الإنسان اللي كان بتتألم. قال لها ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. في مرة أبرص جاء وقال للمسيح يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. أجاب يسوع وقال أريد، تقدم ولمسه فطهر من برصه. لم يتنجس المسيح، لكن الأبرص هو الذي تطهر بطهارة ونقاوة يسوع المسيح. ابن أرملة نائين هو في النعش، تقدم يسوع ولمس النعش فرجعت له الحياة. لمسة يسوع مش بس لمسة كفارية، مش بس لمسة قوة، مش بس لمسة حياة، لمسة طهارة، هي لمسة شفاء. مكتوب شفاء الجميع، أحضر إليه جميع السقماء. واليوم بغض النظر شو مرضك، شو ظرفك، شو صعوبتك، الرب قادر إنه يشفيك. ما عليك إنك تمد يدك، الرب يسوع عاوز يلمسك. مكتوب التفت إلي، مجرد تلتفت ليسوع بالإيمان ولمسة يسوع بتكفر عن خطيتك وبتشفي مرضك وبتعطيك الطهارة والنقاوة، بتعطيك القوة والحياة. يمكن أنت وصلت لوضع ميؤوس منه، بتردلك الحياة. يا رب من بحيرة طبرية بصلي لأجل كل المرضى، مرضى السرطان والقلب وكل الأمراض المستعصاة في اسم الرب يسوع. مكتوب الذي يشفي كل أمراضك، مد يمينك تلمس كل احتياج، تشفي كل مرض وكل ضعف في اسم الرب يسوع المسيح.